كذلك من الآيات اللي بيحاولوا يلبسوا بها أو بيفهم الخطأ يلبسوا بها على المسلمين بيفهم الخطأ، قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قالوا ده معناته الحرية الدينية، حرية العقيدة، أنت دار تخش الإسلام خش، دار تمرك أمرك، زي ما قال ذاك الدكتور المات، قال ربنا قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني دخلوا مرقوا دخلوا مرقوا، ما في حاجة تخش تمرق في الدين عادي، ما في حاجة، لا لا ما قالت كده، ولا معنى الآيات دي كده، الآية دي تما كده الأولى دي، ربنا قال فمن شاء فليؤمن وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني أول حاجة بين الحق، عملت عليك بعد ما بينت لهم الكفر والإسلام، الأسلم أسلم الله الله بيجازيه، والكفر كفر الله بيحاسبه، لحد هنا معناته كده تم، ما بيتضح لك المعنى أكثر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني فمن شاء فليؤمن بيمشي الجنة، ومن شاء فليكفر ده اللي بقى كافر وظالم ده، لأنه ربنا قال والكافرون هم الظالمون، ومن شاء فليكفر بقى كافر وظالم ده بيمشي وين؟ إنا أعتدنا للظالمين للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، يبقى وين هنا؟ ربنا قال ابقى كافر، ربنا قال لك لو بقيت كافر أعد لك نار، نار أحاط بهم سرادقها. طيب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، العلماء قالوا ده أمر بمعنى التهديد والوعيد، وده كثير في نصوص الكتاب والسنة.